بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأمر الأرض. الآن نقارب بفضله تعالى آية 31 من هذه السورة الكريمة، أي سورة الأعراف، نوصل لفرده. يا بني آدم، شوف رسالة موجهة لنا، يعني الكلام من الله. يا بني آدم، اجمعنا الكل ربي في بنوتنا لأبينا آدم عليه السلام. يا بني آدم خذوا زينتكم، اي يا ربي احنا مزينين بالظاهر والباطن، مش مزين من برا شحالك من الداخل، لا احنا مزينين بكل حالاتنا سواء كان بالجهر او بالسر. يا بني ادم خذوا، حضر يعني شجعنا ويعطينا الضوء الاخضر ان صح التعبير. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، على كل مكان ساجدين فيه إلا بيت الحمام وبيت الخلاء والمقابر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل شو خلاص بموسى الزينة في كل مسجد، والسجود مش مقتصر على الجوامع والمساجد، لا كل مسجد. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشربوا إنه لا يحب المسرفين. في أخرى المسلمين إخوان الشياطين، وإحنا عنا من يدعون الإسلام أغلبهم من المسلمين والمسلمات، وسيقولون هيات حين لا تفعل هيات، وإن كان الحاح علي من كل ألوان الكفر والدجل والنفاق والإلحاد والقول بالكهنوتات والقول بالنسوتات. لا شك أن الله يبقى الله والناس تبقى الناس، فيرحمكم الله. كونوا ناس مع وضوح الرؤية لكل معاني هذا الوجود، خاصة خذوها من القرآن العظيم الذي هو تعليم رب العالمين. والسلام على أهل السلام.